يا اهلا وسهلا، حياكم الله جميعا. حلقه جديده من حلقات سلسله تحدي اكل 24 ساعه. تحدي 24 ساعه اكل تحدي 24 ساعه اكلت تحدي 24 ساعه اكلت اكل قبل ما نبدا المقطع يا ريت تعزم مشاهد تضغط زر اللايك وتشترك في القناه. اشترك، انا هذا الشيء ما قاعد اكررك يوميا كذا بس، لا صدق ابغاك تشترك. فكره مقطع اليوم مو نفس الافكار الماضيه، هالمره غيرت الفكره وطورتها وخليتها اصعب. اي نعم، خليتها اصعب. عندي اربع تحديات: تحدي الفطور، وتحدي الغداء، وتحدي حلا، وتحدي عشاء. كل تحدي مطلوب مني اني اسوي مهمه معينه، اذا قدرت اخلص المهمه هذه في 10 دقائق راح اقدر اكل الوجبه هذه، سواء كانت غداء، عشاء، فطور او حلا. عندي بس محاوله واحده، هي اني ازيد 10 دقائق من وقت التحدي. قولوا لي لا كثر عليكم كلام، اضغطوا زر اللايك، اشتركوا بالقناه مره ثانيه. باغتكم اول مره احد يقول لكم مرتين. خلونا نبدا في اول تحدي، تحدي الفطور. التحدي الاول مطلوب مني اقتل 3 كريبر من دون ما ينفجرون في 10 دقائق. قبل كل حاجه لازم نبدا التايمر، 10 دقائق بدت. بسم الله الرحمن الرحيم. المهمه اللي عندنا ان نقتل 3 كريبر، مهمه سهله ان شاء الله، راح نحتاج فيها سيف قوي عشان ما نتدمج. ففي قريه هنا، فهذا شيء كويس مره. في بيت من البيوت يكون في صندوق، بس والله ناسي وين، اتوقع هذاك صح. في حركه ثانيه اللي هي اني اقتل الطيب هذا ويعطيني سيف ايرون، ويصير بس انتظر الليل يجي او انزل كهف. اول شيء خلونا نسوي سيف. هذا شكله جاي عشان كسرت البيت حقه. ها، مره ثانيه قدامك. نبغى نسوي الحين سيف، بعدها نحتاج 4 بلوكات. تعال ويا الحبيب، وينك؟ وين راح ذا؟ وين اختفى؟ هذه بنحتاجها في الاكل. يب، حاجه حلوه. بس هذا وينه؟ عشان نخلص الموضوع وناخذ سيف ايرون سريع سريع، ويصير عندنا بس مهمه ان ندور كريب. وين اختفى؟ اوكي، هذا البيت اللي فيه صندوق. خلونا نشوف اذا فيه صندوق. تخيلوا دايموند. اوكي، يعطيكم العافيه على المشاركه. وين راح هذا؟ نبغى الايرون سريع يا حبيبي، ضيعنا وقت عندك كثير ترى. هذا هو اخيرا. تعال 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 اصيدك. تعال، عندي فكره، ايش رايك فيها؟ نسوي باركور، ان شاء الله ما يطول. بس خلاص موت حبيبي، السيف بينكسر. اوكي اخيرا طلع لي ورده. يا الله والله هذا اليف مره. اوه نحتاج فرن، عندكم فرن يا اخوان؟ عندكم فرن لو سمحت. ايوه هنا في فرن سريع صح؟ اوكي في صندوق، اوكي خبز، شكرا. انا نسيت والله ليش ابغى اسوي فرن، والله نسيت. الحين خلونا ندور كريبر. جاهزين؟ وينك يا كريبر؟ دائما تخرب علي. يوم بغيتك الحين ما تجي. بوابه نذر صح؟ اوكي حظي حلو. بس هذه ما احتاجها نهائيا. بلوكت جولد هنا نهائيا ما احتاجها. درون كان اخذت الجولد وسويت درع. باقي 3 دقائق والمفروض اننا الحين يجينا كريبر. خلاص ليل الليل، المفروض ترسبن الحين. صراحة ما قاعد اشوف اي احد. كريبر ارجوك تعال فجرني. هل طلبي مستحيل؟ ساحر؟ لا لا لا، فكنا 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 من شرك، فكنا من شرك. اوكي كريبر، شفت كريبر؟ حلوين، تعال يا حلو. لحظة لحظة، لا تنفجر لا تنفجر، الله يرضى عليك. اسمع انا ما ابغى ابغاك تنفجر، وانا انا بروح 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 بروح. شفني قاعد اروح، شفني قاعد اروح، شفني قاعد اروح. اوكي كريبر مرة ثانية، كريبر مرة ثانية. اسمع كريبر انا بروح في البحر، شفني بروح في البحر. اوكي اول كريبر ذبحناه اخيرا. احتاج كريبر ثاني، احتاج كريبر ثاني. اوكي كريبر ثاني هنا، تعال الله يرضى عليك. وين راح؟ هو تحت صح؟ اوكي هذا هو، تمام. لا والله رحت بعيد. انتهى الوقت وابغى استخدم محاوله 10 دقائق ثانيه. وجبه الفطور ما ابغاها تروح علي. كان يمديني اخلص التحدي بدون ما اطلب. سكرت من هناك. ابعد يا ولد، باقي لي كريبرين في 10 دقائق زياده. اتوقع بالراحه راح اجي بالتحدي، بس للاسف اني في التحديات الجايه وهقت نفسي. راحت الحين دقيقه و20 ثانيه والى الان ما لقينا. هذا كريبر ثاني، ان شاء الله يمديني، ان شاء الله يمديني. انا بعيد يا كريبر، لو تلاحظ انا بعيد يا كريبر، انا بعيد. كريبر شغل مخي معاه، تكفى شغل مخك معاه. ايوه ابعد ابعد، لا تغامر، اضربه ابعد ابعد ابعد، خليه يهدى. ابعد 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 ابعد، ايوه هذه الضربه القاتله. يا سلام، هذا الكريبر الثاني. بقي عندنا كريبر واحد وننهي التحدي. ايوه كريبر اخير، يا سلام. بلعب على المضمون، بروح بعيد باخذ لفه مره بعيده، بعدين بجي من هنا وبضرب ضربه بفقع. الضربه الاخيره، لا بقع، كان بقي ضربه واحده. ايوه اهلا وسهلا، والله هذه فرصه اخيره، هذه ما بعدها فرصه، هذه فرصه اخيره. العدو من خلفنا وهذا من امامنا. يا سلام، فجرني فجرني يا شيخ،
ما حد مهتم. وصل الفطور. ولو كنت لاعب حقيقي في ماينكرافت فيمديك تسوي فطور حقيقي، يعني تاخذ من البقرة حليب وتاخذ خبز من القمح اللي موجود في اللعبة. فخلونا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وناكل وجبة الفطور. ما ابغى ابالغ بس الحمد لله اني فزت بالفطور. تحدي الغداء تحدي بسيط وسهل، وكل اللي علي هو اني اسوي التفاحة الذهبية في 10 دقائق. اهلا وسهلا، حياكم الله جميعا. قبل ما نبدا كل حاجة خلونا نبدا تايمر 10 دقائق، ونقول 1 2 3 وبسم الله بدينا. 10 دقائق لازم نجيب فيها الجولدن ابل. اول حاجة راح نسويها راح نجيب التفاحة، نكسر الخشب، والخشب اذا كسرناه راح تطيح شو اسمه هذه، فنقدر تجينا تفاحة أسرع. طبعاً التفاح ما يطلع بسرعة، فإذا كنت محظوظ راح يطلع لي، ومعروف عني إن حظي ما شاء الله تبارك الله يكسر الصخر. أتوقع لو أخلص الغابة اللي كلها هنا ما راح يطلع لي ولا تفاحة. تحسبوني أمزح؟ ها شوفوا. نكسر الخشب عشان هو يطيح من نفسه أسرع، فيصير عندنا وقت أكثر. هذه آخر شجرة بكسرها، والمفروض إن إذا رجعنا للأشجار اللي كسرناها قبل راح يكون في تفاحة طلعت. ان شاء الله تكفى. تفاحة، يا سلام، شفيني تحمست مرة كذا، قسم بالله انبسطت لاني ما صدقون ايش كثر كسرت. خلونا على طول لا نكثر كلام ونروح. اتوقع من هنا راح نلقى، اتوقع من هنا راح نلقى كهف عشان ننزل تحت ونجمع شو اسمه جولد. لازم ننزل تحت مرة كثير، اتوقع على ارتفاع 20 20. اوه حلوين حلوين. بقرة برضو عشان الاكل. تعال 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 تعال، لا 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 الله يرضى عليك. ايوه خلونا نفكر بس كيف ننزل تحت. عندي فكره بس لازم اروح الجهه الثانيه. الفكره تقول اني افك المويه من هنا وانزل معاها. اوه كريبر في الاستقبال. ها الاصوات مره تخوف، كل انواع الوحوش حولي. هل هي تحت؟ اوكي 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 اوكي. ابغى امن نفسي اول شيء. باقي عندي 4 دقائق اتوقع يمدي، وبرا ان شاء الله بالراحه. بغيت اكل تفاحه وينتهي التحدي الان. نسوي بكاكس من حجر عشان اسرع. طيب خلونا نسوي الحين فرن عشان سريع سريع. نحتاج الحين فحم، ونحتاج نحتاج كل شيء. خلونا نكسر الايرون اللي موجود هنا. نحتاج 3 ايرونات. اوكي خلوا الايرون ما عندي فحم، احتاج الفحم اللي هنا. غالبا راح انزل تحت غالبا. طب عشان الوقت بس خلوني اخلي الايرون هنا يطبخ وانا اسوي شغلي. احتاج فحم برضه عشان الشموع. طيب انا تاخرت مره 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 تاخرت. الايرون هنا خلص. حلوين. بسوي اول شيء اهم حاجه هذه جديده. تعال البيكاكس. اوكي البيكاكس، بعدين السيف. معني اشوف السيف خلاص. لا كفي كفي، بسوي درع بس عشان يحميني. تمام الدرع اتوقع يمدي. اتوقع يا باقي حبه، باقي حبه، باخذ هذه الحبه وبروح. طيب حلوين. نسوي كذا. اوكي نلبسها واحنا الان جاهزين. خلوني بس ارتبها عشان ما اضيع. نحتاج نطبخ الاكل. احنا على ارتفاع كم الحين؟ 35. اوكي في احتماليه كبيره نلقى الجولد هنا. لا 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 المكان هنا مره ما هو كويس. المكان مره هنا ما هو كويس. مقلب 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 مقلب. طلعوني من هنا. اوكي بروح من الجهه الثانيه افضل. نحتاج جولد. نحتاج للامانه كنت متوقع اني راح اجيب فقره الغداء وراح يكون التحدي سهل، لكن للاسف طلع التحدي مره مره صعب. دام فقره الغداء راحت علي وما قدرت افوز فيها، والعشر دقائق الاضافيه راحت في فقره الفطور وفزت فيها، خلونا الحين نروح الى فقره الحلا. صح ان الحلا ما ياكل حلا، لكن عاد ايش اسوي؟ فكره التحدي بسيطه وسهله، اذا شفت قروي اتقايض معاه وبكذا اكون فزت في التحدي. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحسب الوقت 1 2 3 10 دقائق بدت. كل اللي علي الحين اني ادور قريه، واذا لقيت قريه على طول راح اشوف ايش طلباتهم. غالبا راح الاقيها في المنطقه هذه غالبا. ما ادري ليه بس ببدا من اللي صار هنا، احس انه في صحراء، والصحراء برضو غالبا تكون فيها قريه. ان شاء الله يكون حظي مولع والقى قريه سريع، ما نبغى نتاخر في الوقت لان هذا حلا، والحلا تحديه خفيف وبسيط. فخلونا ندور القريه من هنا. اوكي الاكل عندي نقص بشكل فظيع، انا جعت مره وهذا الشيء نكبة. عشان نختصر الوقت راح نسبح هنا. كم راح من الوقت؟ راح 4 دقائق. فنخسر وقت ونسوي هذه الحركة كل شوي. هالمرة بروح من الجهة هذه، ما راح أجمع أي حاجة، بس راح أدور على قرية. يا سلام يا سلام، حلوين. هذه قرية الصحراء، مع إني توقعت إني بلقى قرية هذول، بس برضو حلو. أهم شيء إن لقينا قرية، هو الفكرة إن نتقايض مع قروي. أوكي هذا المزارع، إن شاء الله عنده شيء بسيط سهل. يحتاج 26 بطاطس، راح يعطينا إمرالد. ما يهمني، راح اسرق من عندك حبيبي بطاطس ان شاء الله. نعم خلونا نتاكد طيب منهم كلهم دام باقي عندنا وقت اصلا. هذا ايش عنده؟
24 ورقة. انت راعي طويلة شوي. انت حبيبي. الو خلاص هذا وهذا وهذا سوينا التحدي سوينا التحدي. لا يكون بيزعل. لحظة اصبر اسف 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 اسف. باخذ هذه بس. انا بسوي هذه ها. حبيبي تعال. يا سلام يا سلام. وسوينا التحدي حق الحلقة في وقت قياسي مرة. كم باقي؟ مو وقت مرة قياسي بس بالنسبة للتحديات الماضية يعتبر قياسي. باقي 4 دقائق او بالضبط 3 دقائق و42 ثانية. فقرة الحلقة زي ما نشوف هذا المفروض انه يكون كوكيز زي الحلقة اللي موجود في ماينكرافت. والحين جاء وقت فقرة العشاء. بما ان فقرة الغداء ضاعت علينا جاء الحين وقت اننا نجيب فقرة العشاء. تحدي العشاء تحدي قوي شوي. لازم اروح النذر واذا رحت النذر الاقي القلعة عشان اقتل فيها البليز وبكذا اكون فزت في التحدي. بسم الله الرحمن الرحيم. واخر وجبة عندنا اليوم اللي هي وجبة العشاء. وجبة العشاء مشروعها مرة صعب فنحتاج كل ثانية موجودة. عشان اختصر عليكم الموضوع اكثر اعتقد اني تحمست شوي في فكرة التحدي وكان مرة صعب فقعدت احوس 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 وفي النهاية اكيد ما قدرت اسوي التحدي. التحدي هذا مرة صعب وكنت عارف من البداية انه صعب لكن قلت في استراتيجية ممكن اسويها بقدر افوز في التحدي لكن للأسف الشديد ما فزت. ابغاك انت عزيزي المشاهد نفس فكرة الحلقة هذه. اكتب لي الفطور واكتب التحدي حقه لازم اسويه في 10 دقائق. اذا كنت تبغون من هذه السلسلة كثير اضغطوا زر اللايك. شوفوا ان شاء الله في المقطع الجاي. Спасибо.